بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أبناء طلاب الصف الرابع من مدارس شعاع المعرفة مع درس جديد بعنوان العلاقات في الأنظمة المائية. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتناول مجموعة العلاقات التي تساعد المخلوقات الحية على البقاء في أنظمتها البيئية. لو أنا تأملت الصورة يعني أجد أن كل مخلوق حي له دور يؤديه في النظام البيئي. هذا الدور اللي بيؤديه بيساعده على البقاء وبيساعد المخلوقات الأخرى على البقاء. فمثلا لو لاحظت بالصورة هنا أجد نباتات، النباتات بتصنع غذائها بنفسها معتمدة على طاقة الشمس، فبسميها منتجات. يبقى اللي بيصنع غذائه بواسطة ضوء الشمس وبنفسه، اللي بيصنع غذائه بنفسه وبيعتمد على طاقة الشمس بسميه منتج. المنتجات على سطح الأرض هي النباتات. طب في البحر والمحيط يا أستاذ، المنتجات فيه حاجة اسمها الطحالب والبكتيريا. طيب المخلوقات دي هل تقدر تصنع غذاء بنفسها؟ لا طبعا، بتاكل النباتات، فدي بنسميها مستهلكات. يبقى المستهلكات هي اللي بتتغذى على المنتجات، تتغذى المستهلكات على المنتجات. طيب لو رحت للمجموعة الثالثة اللي تحت دي هاجد فيها ديدان وهي الطحالب. الديدان والطحالب دي يعني الديدان والفطريات، الديدان والفطريات والبكتيريا بتعمل على تفكيك الحيوانات الميتة أو أجزاء منها وإعادة المعادن والأملاح للتربة مرة أخرى أو المغذيات للتربة مرة أخرى. بسمي الكلام ده يا شباب المجموعة دي بسميها المحللات. طبعا النظام البيئي يا إخوان زي ما بيحتاج للمنتجات بيحتاج للمستهلكات بيحتاج للمحللات، لأن كل واحد منهم له دور بيأديه في النظام البيئي وبدونه النظام البيئي يتعطل. طب تعال نشوف كده الأدوار في النظام البيئي. الشمس هي أم الطاقة في النظام البيئي، هي مصدر الطاقة في النظام البيئي، الطاقة بتاعت النظام البيئي كلها اللي المخلوقات كلها بتحتاجها. أي مخلوق حي عشان يتحرك ويكون وظيفته محتاج إلى طاقة. الطاقة مصدرها إيه؟ أهم مصدر ليها اللي هو الشمس. مين اللي يستطيع أن يستفيد من الشمس مباشرة؟ المنتجات زي النباتات. بعد أن المنتج بياخد منه الطاقة، المستهلك. المستهلك بياخد جزء أقل من الطاقة، يعني ده بيستهلك 90% من الطاقة اللي بياخدها من الشمس، وده 10% بس للمستهلك الأول. المستهلك الأول بياخد 90% من الطاقة وبعدين يدي 10% للمستهلك الثاني. المستهلك الثاني برضه ياخد 90% من الطاقة ويدي 10% فقط للمستهلك الثالث، وهكذا الطاقة بتقل دايما باستمرار حينما تنتقل من مخلوق حي إلى مخلوق حي آخر. بعد ما يموت المخلوق الحي بتحلل تقوم المستهلكات بتحليله وإعادة الإيه الفضلات بتاعته اللي هي الأملاح والمعادن مرة أخرى إلى النظام البيئي. لو أنا بصيت في اللي قدامي دي هجد إن أنا عندي أسد. الأسد ده بياكل فريسة أو بياكل لحم الغنم أو خروف أو بياكل فريسة معينة. الفريسة دي كانت بتتغذى على العشب، يبقى المنتج هنا العشب. دي مثال لسلسلة غذائية، النبات بياكله أكل العشب، وبعدين أكل العشب بياكله أكل اللحوم، وبعدين أكل اللحوم ده لو مات أو في حيوانات تانية افترسته بيقوم يتحلل مرة تانية أو تعود منه الماء والأملاح للتربة والمعادن مرة تانية للتربة. لو كان فيه ثاني أكسيد الكربون يطلع للهواء الجوي، وممكن ثاني أكسيد الكربون اللي عمله النبات يستفيد بيه، والأملاح والمعادن اللي طلعت منه يستفيد بها النباتات، وهكذا. يبقى كل مخلوق حي له دور في النظام البيئي بيأديه. هذا الدور اللي بيأديه بيساعده على البقاء ويساعد المخلوقات الحية على البقاء. كلمة النهاردة على 3 تخصصات في المخلوقات الحية أو وظائف نسميها وظائف. المجموعة الأولى مجموعة المنتجات، والمنتجات هي اللي بتصنع غذاء بنفسها زي النباتات والطحالب والبكتيريا. المجموعة الثانية اللي هي مجموعة المستهلكات، ونقول المستهلكات دي أنواع. في مستهلك أول اللي هو بيتغذى على المنتجات، وبعدين في مستهلك تاني اللي هو أكلات اللحوم ثم الأم. يبقى أنا عندي المستهلكات أنواع، في مستهلك بياكل عشب، في مستهلك بياكل لحوم، وفي مستهلك تالت بياكل الاتنين مع بعض زي الإنسان كده، ممكن ياكل لحوم وممكن ياكل إيه؟ وممكن ياكل أعشاب، فده بنسميه مستهلك قارط أو ثنائي التغذية. يبقى المستهلكات بنقول أكلات عشب، أكلات لحوم، أكلات عشب فقط، أكلات لحوم فقط، ثنائية التغذية. طب النوع الثالث من المجموعات هو مجموعة المحللات، وهي اللي بتقوم بتفكيك المواد الميتة أو أجزاء منها وإعادة العناصر المغذية للتربة مرة أخرى. في النهاية بشكركم وإن شاء الله نكمل الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.